السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب والطالبات عبر قناة عين التعليمية. أهلا بطلاب العلم، أهلا بطالبات العلم. المرحلة الدراسية الثالثة الابتدائي، الفصل الدراسي الثاني، المادة لغتي، موضوع الدرس، الوحدة السادسة، أحب العمل، ما أجمل العمل، الخط والتعبير. إعداد وتقديم الأستاذ سلطان الشمري. عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، سنتعلم اليوم أولاً التعرف على أنواع الخطوط العربية، ثانياً التعرف على قواعد كتابة الحرف، ثالثاً القدرة على التعبير عن المواقف المشاهدة، رابعاً القدرة على كتابة نهاية مغايرة. تمهيد. اشترك خالد مع زملائه الطلاب في إقامة معرض عن جماليات الخط العربي، وقاموا بدعوة طلاب المدرسة. هيا بنا نقوم بزيارة المعرض الفني للخط العربي. قام الطلاب بعرض نماذج مشرقة من خطاطي المملكة العربية السعودية. نلاحظ هنا العبارة الجميلة والتي نسجت بخط الثلث للخطاط الأستاذ عبيد النفيعي من خطاطي المملكة العربية السعودية، والذين نفتخر بهم كثيرا. وطننا يستحق التضحية، وطن الإسلام، وطن العروبة، بيت الله قبلة المسلمين، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننظر إلى جمال هذا الخط والذي نسج كما أشرنا قبل قليل بخط الثلث. نطالع النموذج الآخر. إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضادي، للخطاط الأستاذ عبيد النفيعي، والعبارة نسجت وكتبت بخط الثلث وهو من الخطوط الجميلة للعين. كذلك من اللوحات المعروضة في المعرض الفني: دمت لنا فخرا وذخرا يا وطن المحبة والسلام، للخطاط الأستاذ ناصر الميمون. العبارة الأخرى من خطاطي المملكة العربية السعودية، قال عليه السلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، للخطاط الأستاذ ناصر الميمون. وفي نهاية المعرض الفني للخط العربي قام خالد مع زملائه بطرح سؤال على الحضور: يا ترى ما هو هذا السؤال؟ ننطلق. السؤال: ما نوع الخط الوارد في الحديث الشريف؟ نعيد: ما نوع الخط الوارد في الحديث الشريف؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الخيارات: الخيار الأول بخط الرقعة، الخيار الثاني بخط النسخ، الخيار الثالث بالخط الديواني، الخيار الرابع بخط الثلث. ما هي الإجابة؟ هيا بنا نفكر قليلا. ها، ما الإجابة يا أحبة؟ نفكر أعزائي الطلاب والطالبات، ها نفكر قليلا. الإجابة هي: أحسنتم، خط النسخ وهو من الخطوط الجميلة. بارك الله فيكم. عزيزي الطالب،
أتعلم فن الخط. للخط العربي ضوابط ومهارات وفنيات ينبغي أن نعرف بعضها، ومنها أولاً للسطور أهمية كبرى في تنسيق الخط، ولكي يكون خطك جميلاً ومنسقاً يجب أن تعرف أن هناك أربعة أسطر يكتب بينها خط النسخ كالآتي: أولاً الخط العلوي وهو المرسوم باللون الأخضر كما نشاهد، وهو أقصى ما ترتفع إليه الحروف. نلاحظ هنا، نركز يا أحبة قليلاً، حرف الألف أقصى ارتفاع له، حرف اللام كذلك، الكاف، أحسنتم. الخط الثاني من الخطوط التي ينبغي أن نراعيها خط الوسط، وهو الحامل الأساسي لجميع الحروف العليا والسفلى مثل صاد، طاء، قاف. نلاحظ هنا قاف، راء، كذلك الخط الوهمي وهو المرسوم باللون الأزرق كما نشاهد، وعليه تقف نهايات لعدة أحرف مثل الراء. الراء، نلاحظ حرف الراء هنا، نهاية حرف الراء رسمت على الخط الوهمي، كذلك حرف النون، نهاية حرف النون رسمت على ماذا يا أحبة؟ على الخط الوهمي، أحسنتم. كذلك نلاحظ الياء، نقط الياء رسمت على الخط الوهمي. كذلك من الخطوط الأخرى الخط السفلي. نفكر قليلا قبل أن نجيب، ما المقصود بالخط السفلي يا ترى؟ الإجابة، نفكر، أحسنتم. وهذا الخط يحدد أقصى درجات الهبوط، يحدد ماذا؟ أقصى درجات الهبوط. إذا لدي خط علوي وخط الوسط وخط وهمي وخط ماذا؟ السفلي، وهذا الخط يحدد أقصى درجات الهبوط للأحرف السفلية مثل حرف الحاء، الخاء، الجيم، العين، الغين، الميم. نلاحظ بالتطبيق العملي حرف الميم، نلاحظ نهاية حرف الميم رسم على الخط السفلي، على ماذا؟ على الخط السفلي، أحسنتم يا أحبة. عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، هيا بنا نبحر بجماليات الخط العربي ونحبر قليلا. عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، أرسم بخط الجميل، أقرأ الحديث الشريف، ثم أرسمه بخط النسخ مبتدئا من السطر الأخير. قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قبل أن نبحر في جماليات الخط العربي، ماذا نستنتج من هذا الحديث الشريف؟ نفكر، أهمية العمل، أحسنتم، بارك الله فيكم. هيا بنا نقوم بالتضليل من السطر الأخير: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هيا بنا يا طلاب نقوم بالكتابة. ها، هل كتبتم؟ أحسنتم، جميل. هيا بنا نكتب السطر العلوي، أحسنتم، السطر الأول، أحسنتم جميعا، اكتملت العبارة. وقمنا بمراعاة ماذا يا أحبة؟ نلاحظ هنا، قمنا بمراعاة الأسطر، السطر العلوي والذي تنتهي إليه بعض الأحرف،
وسطر الوسط والسطر الوهمي والسطر السفلي. أحسنتم. عزيزي الطالب، أعبر وهنا دعوة للتفكير الإبداعي، للخيال الأدبي. أعبر، أملأ الفراغات كما في المثال الأول. كيف نخدم الوطن؟ كيف نخدم الوطن؟ الإجابة التي سوف نقوم بالصياغة وبمحاكاتها بعد قليل: أعمل في الطب لأداوي المرضى. أعمل في الطب لأداوي المرضى، وهي مهنة شريفة. كذلك العبارة الأخرى: أعمل في التعليم، أعمل في التعليم فراغ. ما الإجابة؟ هيا بنا نفكر قليلا، أطلقوا الخيال. ما الإجابة يا أحبة؟ نفكر. أعمل في التعليم لأنشئ جيلا واعيا. أحسنتم، إجابة موفقة ورائعة وسديدة. كذلك كيف نخدم الوطن؟ أعمل فراغ. هيا بنا نفكر قليلا، ما الإجابة يا أحبة؟ نفكر. من يجيب؟ ها؟ من يجيب يا أحبة؟ أحسنتم، أعمل في الهندسة لأشرف على المباني. أعمل في الهندسة لأشرف على المباني. أحسنتم، إجابات رائعة وموفقة. عزيزي الطالب، أكون، هيا بنا نقوم بعملية ربط ودمج لتكوين عبارة متكاملة. أكون من الكلمات الآتية جملا ثم أكتبها. الكلمات المتفرقة هي كالتالي: جد، حصد، زرع، من، ومن وجد. جد، حصد، زرع، من، ومن وجد. ما الإجابة يا أحبة؟ نفكر قليلا. عملية ربط. أحسنتم، إجابة رائعة. من جد وجد، ومن زرع حصد. نعيد: من جد وجد، ومن زرع حصد. أكون من الكلمات الآتية جملا ثم أكتبها. العمل، العمل، الإسلام، الإسلام دين. هيا بنا نقوم بعملية ربط واستنتاج جملة مفيدة. ما الإجابة يا أحبة؟ نفكر قليلا. من يجيب؟ بالتأكيد، أحسنتم، الإسلام دين العمل. الإسلام دين العمل، إجابة رائعة وموفقة. أكون من الكلمات الآتية جملا ثم أكتبها: المسلم، المسلم، عمله أمين في. المسلم عمله أمين في. هيا بنا نقوم بعملية دمج وتركيب واستنتاج جملة مفيدة. ما الإجابة يا أحبة؟ نفكر قليلا. المسلم أمين في عمله. المسلم
أمين في عمله أحسنتم. وينبغي على كل مسلم أن يكون أمين في عمله. عزيزي الطالب، قبل أن نبحر في هذا المحور سوف نتحدث بشكل سريع وموجز. ما القصة؟ ما القصة؟ نفكر قليلا. هي حكاية أدبية نثرية تستمد من أين؟ من الخيال أو من الواقع، وتحتوي على عدة عناصر أساسية. مثل ما العناصر الأساسية في القصة؟ الشخصيات، أحسنتم، كذلك العقدة، الحل، أحسنتم، الزمان، المكان. أعزائي الطلاب، ما المقصود بالنهاية المغايرة؟ بعد قليل سيطلب كتابة نهاية مغايرة للقصة. ما المقصود بالنهاية المغايرة؟ أن يقوم الكاتب بنسج موقف جديد يختم به القصة. أن يقوم الكاتب بنسج موقف جديد يختم به القصة، وهو من التفكير الإبداعي. أقرأ القصة ثم أكتب نهاية مغايرة لها. هيا بنا نقرأ القصة ونفكر بالنهاية المغايرة الجيدة. ربما تكون النهاية سعيدة أو حزينة، ربما. نشاهد. كانت هناك نملة تبحث عن شيء تأكله، وفي أثناء بحثها وجدت ثمرة لوز. فرحت النملة وراحت تحاول حملها فلم تستطع. حاولت سحبها لكنها عجزت فتركتها وعادت إلى بيتها حزينة. انظروا إلى نهاية القصة، نهاية حزينة. وما المطلوب الآن يا أحبة؟ المطلوب نقوم بكتابة نهاية مغايرة. هيا بنا نقوم بمساعدة النملة. نفكر قليلا. أسعد النملة يا أحبة بكتابة نهاية مغايرة جيدة وسعيدة. هيا بنا نفكر لثواني. ما الإجابة؟ أحسنتم. نشاهد النهاية كيف ستكون. كانت هناك نملة تبحث عن شيء تأكله، وفي أثناء بحثها وجدت ثمرة لوز. فرحت النملة وراحت تحاول حملها فلم تستطع. ما النهاية المغايرة يا حبة؟ نشاهد. فقررت طلب المساعدة من زملائها، فاشتركوا جميعا في حمل ثمرة اللوز. أحسنتم، إجابة رائعة وموفقة، لقد أسعدتم النملة. أحبائي الكرام، ماذا نستنتج من هذا النص الأدبي الذي قمتم بنسجه بشكل إبداعي جميل؟ ماذا نستنتج؟ نفكر قليلا يا أحبة. قيمة العمل الجماعي، أحسنتم، وهي من أهم القيم. إجابة رائعة وموفقة.
تدريبات عامة. عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، أكون من الكلمات الآتية جملة ثم أكتبها. هيا بنا. مدرستي، مدرستي. أذهب، أذهب إلى. هيا بنا نقوم بعملية دمج وتركيب لإخراج جملة مفيدة. ما الإجابة يا أحبة؟ نفكر قليلا. أحسنتم، إجابة رائعة وموفقة. أذهب إلى مدرستي، أذهب إلى مدرستي. أعزائي الطلاب والطالبات، تعلمنا اليوم أولا أنواع الخطوط العربية. من يجيب يا أحبة بشكل سريع ومختصر؟ خط النسخ، الثلث، أحسنتم، الديواني، أحسنتم، إجابة رائعة. كذلك ثانيا قواعد كتابة الحروف، ما هي أبرز قاعدة أشرنا إليها قبل قليل؟ ها، من يجيب يا أحبة؟ من يتذكر؟ أحسنتم، إجابة رائعة. أولا الخط العلوي، خط الوسط، الخط الوهمي، والخط السفلي، إجابة رائعة. كذلك التعبير عن المواقف المشاهدة، التعبير عن المواقف المشاهدة. رابعا كتابة نهاية مغايرة، كتابة نهاية مغايرة، كما شاهدنا مع قصة النملة في حملها ثمرة اللوز. كيف كانت القصة في البداية؟ حزينة. وكيف قمتم يا أحبائي الطلاب بإعادة كتابة القصة بشكل مغاير وجميل؟ وفي النهاية لابد أن نشير على نقطة مهمة جدا. للخط ارتباط وثيق بكتاب الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم، ويعتبر الخط، ما أهمية الخط يا أحبة؟ نفكر قليلا بشكل سريع. أهمية الخط، أولا يحفظ تراث الأمم، الخط العربي يحفظ تراث الأمم. كذلك تأليف الكتب، أحسنتم، إجابة رائعة وموفقة. كذلك تاريخ ظهور الخط العربي، عرف العرب قديما الخط، عرف العرب الخط قديما قبل آلاف السنين، ولقد عثروا على نقوش ولا يعرف التاريخ بالتحديد. المراجع، الحديث الشريف، كتاب لغتي لفريق من المتخصصين. وفي الختام نسأل الله لكم التوفيق والسداد، وندعوكم للاستفادة من موقع قناة عين التعليمية، ونلاحظ هنا مواقع التواصل الاجتماعي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.